عن ذكر القول والمجادلة لعثمان ومعاوية قال: وذكروا أن ابن عباس قال: خرجت إلى المسجد فإني لجالس فيه مع علي عليه السلام حين صليت العصر، إذ جاء رسول عثمان يدعو عليا، فقال علي: نعم. فلما ولى الرسول أقبل علي، أي أقبل علي عليه، أقبل علي فقال: لما تراه دعاني؟ قلت له: دعاك ليكلمك. فقال: انطلق معي. فأقبلت فإذا طلحة والزبير وسعد وأناس من المهاجرين، فجلسنا فإذا عثمان عليه ثوبان أبيضان، فسكت القوم ونظر بعضهم إلى بعض، فحمد الله عثمان ثم قال: أما بعد، فإن ابن عمي معاوية هذا قد كان غائبا عنكم، وعما نلتم مني، لاحظ قد نالوا منه. من الذي يقول؟ عثمان يقول، الخليفة الثالث يقول: قد نلتم مني. إذن الصحابة بعضهم ينال من بعض وانتهى الأمر. إذن لماذا تحجرون العقول؟ لماذا لا تقبلون أن نقرأ التاريخ، أن نقرأ ما كتبه أهل التاريخ، أهل السير، أهل الحديث؟ لماذا تمنعون الناس من القراءة، من الاطلاع، من الفهم، من الفكر، من التفكر، من التعقل، حتى يعرف الإنسان من أين يأخذ الدين، من أين يأخذ الرواية، كيف يفسر الرواية، كيف صدرت الرواية، ما هي الظروف التي تحيط بالرواية وصدرت هذه الرواية، هل يصح ما قيل بحق فلان أو فلان مع وجود ما صدر منه، هل يعقل صدور روايات بحق هذا أو بحق ذاك، أو ضد هذا أو ضد ذاك؟ يقول: ثم قال: أما بعد، فإن ابن عمي معاوية هذا قد كان غائبا عنكم، وعما نلتم مني، وما عاتبتكم عليه وعاتبتموني، وقد سألني أن يكلمكم وأن يكلمه من أراد. فقال سعد بن أبي وقاص: وما عسى أن يقال لمعاوية أو يقول إلا ما قلت أو قيل لك. هذا سعد بن أبي وقاص رد عليه، قال: ماذا أريد أن يقول غير ما قلت أنت وما قلناه لك؟ فقال علي عليه السلام: ذلكم، تكلم يا معاوية. قال معاوية: أما بعد يا معشر المهاجرين وبقية الشورى، فإياكم أعني وإياكم أريد. التفتوا جيدا كيف هدد هناك، كيف قال: سأملأ هذه عليكم بالرجال والفرسان، وكيف يتحدث الآن الخليفة الثالث عن ابن عمه معاوية، وكيف تحدث عن الجيش الذي يملكه هناك ويدفع لهم الرواتب والعطاءات لهم ولعوائلهم. الآن مرة أخرى يأتي يقول: لاحظ حتى نعرف، لاحظ هذه المكنة، هذه السلطة، هل كان يستطيع أن يفعلها معاوية في زمن عمر؟ لا يتجرأ، هو في الشام ويخاف من عمر، فكيف يتجرأ ويأتي إلى المدينة ويهدد الصحابة وأجلاء الصحابة في حضور عمر وبحضور عمر؟ لا يمكن، هذا يستحيل عليه. يقول: وهل يستطيع أن يجمع ويدفع لمئات الآلاف، لعشرات الآلاف وأكثر من 100,000 أو مئات الآلاف مع عوائلهم، يدفع لهم العطاءات والرواتب الشهرية؟ يقول: قال معاوية: أما بعد يا معشر المهاجرين وبقية الشورى، فإياكم أعني وإياكم أريد، فمن أجابني بشيء فمنكم واحد، فإني لم أرد غيركم. توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايع الناس أحد المهاجرين التسعة، ثم دفنوا نبيهم، فأصبحوا سالما أمرهم، كأن نبيهم بين أظهرهم. فلما أيس الرجل من نفسه بايع رجلا من بعده، أي فلما أيس الخليفة الأول من نفسه بايع رجلا من بعده أحد المهاجرين. فلما احتضر ذاك أو ذلك الرجل شك في واحد أن يختاره، فجعلها في 6 نفر بقية المهاجرين، فأخذوا رجلا منهم لا يألون عن الخير فيه، فبايعوه وهم ينظرون إلى الذي هو كائن من بعده، لا يشكون، لا يشكون، لا يشكون ولا يمترون، مهلا مهلا معشر المهاجرين، فإن وراءكم من إن دفعتموه اليوم اندفع عنكم، ومن إن فعلتم الذي أنتم فاعلوه دفعكم بأشد من ركنكم وأعد من جمعكم، ثم استن عليكم بسنتكم، ورأى أن دم الباقي ليس بممتنع بعد دم الماضي، فسددوا وارفقوا، لا يغلبكم على أمركم من حذرتكم. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: كأنك تريد نفسك. قال معاوية: يا معشر المهاجرين، فإني رأيتكم
نشبتم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهتم أحلامكم. من الذي يحكي؟ معاوية يحكي على الصحابة، ينتقد الصحابة. قال معاوية: يا معشر المهاجرين، فإني رأيتكم نشبتم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهتم أحلامكم. التفت جيدا، لو قال هذا الكلام أحد الناس الآن أو أحد الناس في ذلك الزمان ماذا سيفعل به؟ لاحظ ماذا يقول عن المهاجرين، عن الصحابة، عن أجلاء الصحابة، عن أفضل الصحابة، ماذا يقول لهم؟ فإني رأيتكم نشبتم في الطعن على خليفتكم وبطرتم معيشتكم وسفهتم أحلامكم. وما كل نصيحة مقبولة، والصبر على بعض المكروه خير من تحمله كله إياكم إياكم. يقول لهم اصبروا على بعض المكروه أفضل مما أن تتحملوا كل المكروه، والصبر على بعض المكروه خير من تحمله كله. ثم خرج القوم.